فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كنت قد أحرمت متمتعا في شهر ذي الحجة، في شهر ذي القعدة، ثم ذهبت إلى جدة ورجعت في اليوم نفسه، وعندما أردت الحج أحرمت من مكة، فهل حجي صحيح؟ نعم. يقول: كنت أحرمت متمتعا في مكة في شهر ذي القعدة، ثم ذهبت إلى جدة. أحرمت متمتعا في مكة، يقول في مكة. نعم، كيف يحرم متمتع في مكة؟ المتمتع يحرم بالعمرة خارج مكة، يخرج منها، يحرم بها خارج الحرم. إذا أراد أن يحرم متمتعا وهو في مكة فلا بد أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، ولا يحرم من مكة بالتمتع، إنما يحرم بالحج فقط من مكة، أما العمرة لا، سواء كانت مفردة أو متمتعا بها إلى الحج أو قارنا بينها وبين الحج، لا بد أن تكون من الحل، فيكون عليك فدية. نعم نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.